جائزة الدورة ثاني نسائي ما كنتش متوقع بكل صدق بكل صدق. كنت كنتمنى الفيلم القصير بدا ديال ايام الربيع لعماد بادي. جائزة لجنة التحكيم الخاصة اللي هو توا خدمة ديال تباتة وبشوية والإيمان والجهد. ما توقعتش الجائزة الثانية ديال زنقة كونتاكت فيهم اللي جات مرحبا بها وأنا فرحانة. الفيلم أنا كيجيني كله فيلم ما تقدرش تقول هذه فيه زوينة وهذه خايبة وهذه فيلم يفاجئ. ما عرفتش فيلم يفاجئ مصور ب 35 مليمتر يعني كيكون مجهود مضاعف على التداريب على الريبيتيسيون لان الا خسرتي غير مشهد واحد ما يمكنلكش تعاود لان السينتا ما عندناش حنايا والسينتا غاليه الى اخره. دونك ماشي عاود 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 عاود. دونك كانت فيه مغامره كبيره لا من ناحيه الاداء ولا من ناحيه الدراري. تفكروا وقالوا هذا السيد خصنا نعطيه شي جائزه لانه سمح لي تكرمت في المسار وخديت جوائز في خارج المغرب ودابا جات النوبه. يعني تفكروا قالوا هذا السيد يمكن بعد 50 عام ديال العطاء في المسرح والسينما يمكن خصنا ننصفو. فشكرا لجنة التحكيم اللي دارت هذه المبادره هذه. شكرا لهم. بطبيعه الحال الفيلم ديال ميكا يستحق فجائزه لجنه التحكيم راها احسن من الجائزه الكبرى لان جائزه ديال لجنه التحكيم جائزه مهمه بزاف. هذه مفاجاه. كيقولوا انه كله مفاجات. كله مفاجات. انت كيفاش كتوصف هذا الفيلم؟ خاصك تشوفوا تقول لي واش مفاجات. انا بالنسبه لي واحد الشيء اللي بواحد الشكل طبيعي يعني الطبيعه ديالنا كلنا هي اللي درناها في الفيلم. دونك هادشي اللي بغيت نقول يعني مفاجاه يمكن يقدر يكون مفاجاه للجمهور وكنتمنى يكون مفاجاه للجمهور. اذا كان مفاجاه للجمهور شي حاجه سعيد ان الفيلم الجديد ديالي اسماك حمراء حصل على ثلاثه ديال الجوائز هذا المهرجان. جائزه ديال احسن سيناريو والجائزه ديال احسن دور نسائي للممثله جليله تلمسي والتنويه الخاص لجائزه النقد اللي كتقدموا الجمعيه ديال نقاد السينما الجمعيه المغربيه لنقاد السينما. هذا بالنسبه لي انا اعتراف بالمستوى ديال الفيلم وتشجيع هو واحد الدعم للفيلم ايضا اللي باقي ما شافوش الجمهور باش ان الجمهور يهتم بالفيلم ويقلب عليه لان الفيلم غادي يخرج قريبا في القاعات. كنت كنتظر جائزه اكبر زعما باش ما نخباش عليك ولكن هذا العام هذا هو عام استثنائي. هذا العام هذا كانوا فيه واحد 28 فيلم طويل لان المهرجان ما دارش هذه سنوات وبالتالي كانت المنافسه قويه جدا ولجنة التحكيم ارتأت هاد النتائج فحنايا فرحانين بها. طبعا عندي رغبة نصوره والافلام الافلام في الحقيقة لا تموت. الافلام تؤجل الى ان تتوفر الظروف الاقتصادية والانتاجية باش انها تبان وباش تخرج للوجود. الجديد ديالي انا الان كنكتب سيناريو فيلم سينمائي جديد العنوان ديالو مواسم الصمت وفيلم تلفزيوني للقناة الثانية قريبا غادي يكون العنوان ديالو الليل حين ينتهي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.